دروبنا مليانة حفر وما في أحد قد سلم منها. كلنا نتألم، نطيح، ننكسر، لكن بالنهاية اللي بيخلينا نكمل ونوقف على رجولنا من جديد هو أملنا بأنفسنا بعد الله. الإنسان يعيش في كبد وتعب وهم، كلما زاد إيمانه بربه وحبه لنفسه وما استسلم الحفر وتقلبات الحياة عليه، راح يقوم ويوقف من جديد ويكمل طريقه وما يلتفت لورا. وبالنسبة لطيحات اللي قد طاحها تبقى في الماضي المدفون، بتكون جرعة يتعلم منها كل ما تذكرها.